هذا الرجل عاد إلى الحياة بعد 30 سنة من موته، قصة حقيقية. قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تشجيعنا لنستمر بتقديم المزيد إن شاء الله. تبدأ أحداث هذه القصة في السعودية، حيث قبل أيام تأتي الموافقة على إكمال طريق أبها بالحجاز، مرورا بتلومع، حيث وصلت الشركة المنفذة للمشروع إلى منطقة اسمها شمراء. وصلوا إلى هذه القرية، ولكن تصادفوا بمقبرة قديمة موجودة في خط المشروع، مقبرة قديمة أوقفت إتمام هذا الطريق، حيث لجأت الشركة إلى المحكمة في شمراء، فصدرت فتوى هيئة كبار العلماء بتغيير أماكن القبور وإكمال الطريق، فشكلوا اللجنة، حيث أن آخر شخص دفن في هذه المقبرة كان قبل 30 سنة، فشكلوا اللجنة من المحكمة ومن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أعيان القبيلة التي توجد بها هذه المقبرة. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله، لنبدأ الفيديو. من أجل نبش هذه القبور وتغيير أماكنها، فبدأوا بعملها بنبش القبور قبرا بقبر، فلا يجدون بها إلا روائح منتنة والرفات، لأن آخر من دفن بها كان قبل 30 سنة. ركزوا معي جيدا إخواني في الله في هذه القصة الحقيقية، فقاموا بنبش قبر شخص مجهول، حيث وقفوا على اللحود والصلايا فأبعدوا تلك اللحود أبيض ورائحته طيبة زكية، فقاموا بإخراجه من القبر وبدأوا بالتكبير من هو هذا الشخص المحظوظ صاحب هذا القبر، حيث أن أعيان القبيلة عرفوا صاحب القبر فقالوا أن هذا فلان ابن فلان مات قبل 30 سنة، فما تغير وجهه وشكله وحتى كفنه، فأخذوا وحملوه ثم ذهبوا به إلى بيت أبيه الذي هو رجل طاعن في السن، وفتح أباه الغطاء عن وجهه وأخذ ينظر إلى وجهه ويقول: يا الله ما أعظمك، يا الله ما أكرم، بعد 30 سنة تعود إلي ابني ولم يتغير فيه شيء. فقام الناس بتغيير قبري وسألوه: نستحلفك بالله، على ماذا مات ابنك؟ كيف له في كل هذه السنين ولم يتغير شكله؟ لا، ولا ننسى الرائحة الطيبة الزكية الموجودة في قبره، على ماذا مات؟ فأجابهم الأب: والله منذ أن عرفت ولدي لم يفته يوم بدون ركعة ولا صلاة، منذ أن عرفت ولدي لم يفته يوم بدون صلاة الفجر. عندما أذهب له لكي أصحيه لصلاة الفجر أجده قد توضأ وذهب إلى المسجد، لهذا السبب لم يتغير شكله طوال تلك المدة. إخواني في الله، قوموا إلى صلاتكم، فإن أفضل الأعمال بعد الشهادتين هي الصلاة، فالصلاة تنجي من عذاب القبر، إذ أنها من الأعمال الصالحة التي تتبع صاحبه إلى القبر وتبقى مؤنسة له، فالصلاة تحفظ الإنسان الذي يحافظ عليها بخشوعها وآدابها وتبعده عن الشرك وتكسبه العزة والتواضع والتقوى.